يقول السائل: من صلى مع الإمام الأول هل تكتب له قيام ليلة أم لا بد أن يكمل مع الإمام الثاني؟ المقصود إكمال التراويح سواء نعم. بإمام واحد أو بعشرة أئمة أو بإمامين، إكمال التراويح، ما دامت التراويح تقام فأنت تصلي مع الناس ولا تنصرف إلا إذا انتهت التراويح، هذا هو المطلوب، وهذا هو القيام مع الإمام حتى ينصرف. ولو كانت التراويح يصليها عدة أئمة فهي صلاة واحدة، تراويح واحدة ولو تعددت الأئمة. نعم، أما إنك تصلي مع الأول وتنصرف أنت لم تستكمل القيام مع الإمام ولم تستكمل التراويح. نعم.